واتغلبنا 5 والماتش خلص. يا كابتن عادل معلش بدون اقطع كلامك، النهارده لاسارتي مش عارف هو بيلعب في دوري المجموعات ولا بيلعب في دور الثمانية، النهارده سايب المباراة هي اللي بتحركه، مفيش مدير فني عندك بره النهارده يدور المباراة، النهارده النتيجة زي ما انت بتقول. في عوامل تانية كانت ممكن تؤثر يا كابتن أسامة، أنا من وجهة نظري احنا في بداية الاستوديو كنا لازم تبقى قوي كمان بره الناس اللي معانا في فريق صن داونز. النهارده شفت وقف نقاط القوه كل الاجوال دخلت بالطرق اللي حضراتكم النهارده اتكلمنا عن الاستحواذ. النهارده شفت في استحواذ شكل النادي الاهلي؟ مفيش. انت عارف الاستحواذ كام؟ مفيش خالص. لا لا انت عارف الاستحواذ كام؟ انت متخيل ان النادي الاهلي الاستحواذ بتاعه 36%؟ مفيش اي تجهيز. والفريق سان داونز 64% قبل المباراه ولا اثناء المباراه، ولا تحس ان الجهاز اللي بره حتى المعاون لاسارتي مش عارفين عايزين ايه من المباراه. المباراه ماشيه بيهم وهم ماشيين مع المباراه. كانوا لازم حد يقف بص يفهم الراجل ده، حد يبقى قوي ويقف ويفهم الراجل ده في اثناء المباراه يقول له الموضوع رايح لكارثه زي ماتش المانيا. انا اتعلمت في النادي الاهلي الخساره وارده في كل حاجه طبعا، غيرنا كده طبعا، غيرنا خسر 5 و6 صح. لكن احنا شكلنا لما بتخسر لازم تقاتل في الملعب، لازم كنا بنخسر بطوله وان احنا طالعين ناس بتحيينا، بتحيي كل لعيب ليه؟ عشان كل واحد قاتل في الملعب. برافو عليك، هو ده الكلام يا كابتن. ان احنا كان في شعار دايما بنقوله وانا بقوله، كان اسلام موجود معايا في الملعب وبلال موجود في الملعب، من المؤسف بعد المباراه ان تحزن على الخساره ولكن عار عليك الا تقاتل. ده كان شعار دايما بنقوله قبل المباراه، المكسب والخساره بتاعت ربنا، لكن انت لازم تعمل عليك كلاعب وكجهاز فني. لكن النهارده انت وفرت كل حاجه، سبل الراحه، طياره خاصه، كان زمان لما بنلعب الطياره الخاصه كانت في المباراه النهائيه في نهائي افريقيا. ده لو حصل دلوقتي، ده لو حصل دلوقتي في دور الثمانيه. ده لو بتلعب وفر كل سبل الراحه ليك كلاعب. النهارده في تخاذل كبير للاعبين، تخاذل كبير. معلش يا جماعه، لا لا معلش ثانيه واحده بس، كلامك مظبوط 100%، جهاز فني مخطئ، جهاز فني كذا كذا، فين اللعيبه يا كابتن؟ فين اللعيبه يا جماعه؟ هو انت معلش لا ما طب هخليك تتكلم بس معلش انا عايز اسالك سؤال. انا دلوقتي موجود في الملعب، انا ازاي اقبل على اسم النادي الاهلي؟